السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية، وهنستكمل معاكم إن شاء الله شرح منهج اللغة الإنجليزية الفصل الدراسي الثاني. والنهاردة معادنا مع يونت 8 الوحدة الثامنة. We had fun. We had fun يعني لقد استمتعنا. وتعالوا نبدأ بالدرس الأول. Lesson 1 الدرس الأول، وتعالوا نبدأ بالفوكابلري أو الكلمات اللي عندنا. وأول كلمة معانا a bucket of. A bucket of يعني علبة من. A bottle of. A bottle of يعني زجاجة من. A bar of. A bar of يعني قالب من. A slice of. A slice of يعني شريحة من. A carton of. A carton of يعني عبوة من أو كرتونة من، يعني علبة من. وآخر كلمة a piece of يعني قطعة من. والكلمات دي هناخدها دلوقتي في الجرامر اللي عندنا اللي هو countable and uncountable، المعدود وغير المعدود. تعالوا نستكمل الاكسترا فوكابلري أو الكلمات الإضافية. وأول كلمة معانا cookies. كوكيز يعني كعك محلى. كيك. كيك يعني كعك أو كيكة تورتة. شوكليت. شوكليت. شوكليت يعني شوكولاتة. تشيز. تشيز. تشيز يعني جبن. جوس. جوس. جوس يعني عصير. بنانا. بنانا. بنانا موزة. ووتر. ووتر. water يعني مياه. carrot. carrot. carrot يعني جزرة. lemon. lemon. lemon يعني ليمون. meat. meat. meat يعني لحم. cola. cola. cola اللي هي الكولا اللي هي المياه الغازية حاجة الساقعة. صاب. صاب. صاب يعني صابون. milk. milk. ملك يعني لبن. وآخر كلمة معانا سيمولينا. سيمولينا اللي هو السميد. تعالوا دلوقتي ننتقل لـ conjugation of verbs، تصريفات الأفعال. عندنا الأفعال العادية زي الفعل use يستخدم والماضي منه use. drink يشرب والماضي منه drank. think يفكر والماضي منه thought فكر. التعبيرات الهامة زي you look a bit green. You look a bit green. وده معناه يبدو أن ليس لديك خبرة، يعني تبدو مريض يعني. تعالوا نشوف النص عندنا، بس هو كتاب المعاصر جايبه بخط صغير كده. تعالوا نكبر شوية كده ونشوف النص اللي عندنا بيتكلم عن إيه. بيقول لي in Morocco في المغرب. الجزائر اللي هي الجزائر. تونسيا اللي هي تونس. There is a famous dish. عندهم طبق مشهور جدا called كسكسي. الطبق ده اسمه الكسكسي، واحنا طبعا اكيد بنعرفه هنا في مصر. It is a semolina with meat and or vegetables. يعني هو عبارة عن سميد باللحمة او بالخضار. It can also be eaten. ممكن ناكله نتناوله with sugar بالسكر. Or as a dessert أو كحلوة. يبقى النص بيقول إيه؟ In Morocco, Algeria, and Tunisia, there is a famous dish called couscousi. It is a semolina with meat and or vegetables. It can also be eaten with sugar or as a dessert. تعالوا دلوقتي نشوف الجزء الخاص باللانجوج أو القاعدة اللي عندنا، وهي uncountable nouns. Uncountable nouns اللي هي الكلمات التي لا تعد. يعني كلمات لا تعد؟ يعني لا تجمع، يعني ما ينفعش نضيف لها اس. زي كلمة water. water يعني مياه، ما ينفعش أنا أجمعها أقول له waters مثلا، لا ده غلط. ولكن عشان نجمعها هي والكلمات اللي زيها بنستخدم حاجة اسمها أدوات التجزئة، يعني اللي هي quantifier. يبقى أدوات التجزئة دي الحاجات اللي احنا بنعد بيها أو بنجمع بيها الكلمات التي لا تجمع، زي water. عشان نجمع كلمة مية بنستخدم كلمة
bottle. Bottle يعني زجاجة. فلما نقول a bottle of water زجاجة مياه، هنا بقت كلمة تعد يعني تجمع، جمعها bottles of water وهكذا. زي مثلا slice of cake، شريحة من الكيك. وزي كمان piece of يعني قطعة من، piece of cheese قطعة من الجبن. a bucket of علبة من، a bucket of cookies مثلا. a bar of يعني قالب من، a bar of chocolate قالب من الشوكولاتة. وكمان a carton of يعني عبوة من أو كرتونة من أو علبة من، a carton of juice مثلا علبة عصير أيا كان نوعها. يبقى دي الطريقة اللي احنا بيها بنجمع الكلمات اللي هي ملهاش جمع، ان احنا نجيب لها كلمة تصفها تكون تتجمع او تتعد يعني. وده كان الجزء الخاص بالجرامر. تعالوا دلوقتي ننتقل للسن تو، الدرس الثاني وعنوانه أبايم قصيدة. وتعالوا نبدأ بالفوكابلري او الكلمات. واول كلمة معانا تراب. تراب يعني رحلة. ميل، ميل يعني وجبة. سونج، سونج يعني أغنية. ديزرت، ديزرت يعني حلوة. سي، سي يعني بحر. دمياتا، دمياتا اللي هي محافظة دمياط. تعالوا دلوقتي نشوف الإكسترا فوكابلري أو الكلمات الإضافية. أول كلمة معانا فيش. فيش يعني سمك. دش، دش يعني طبق. كاندي، كاندي يعني حلوى. بيتش، بيتش يعني شاطئ. آيس كريم، آيس كريم اللي هو الآيس كريم. لافلي، لافلي يعني محبوب أو رائع. ديب، ديب يعني عميق. سك، سك يعني مريض. أكتوبوس، أكتوبوس يعني أخطبوط. هيلسي، هيلسي يعني صحي. موفي، موفي يعني فيلم. فروزن يوغارت، فروزن يوغارت اللي هو الزبادي المسلق. تعالوا نشوف conjugation of verbs أو تصريفات الأفعال. أول فعل معنا live. live يعني يعيش، والماضي منه lived. taste يتذوق، الماضي منه tasted. swim يسبح أو يعوم، الماضي منها swam. buy يشتري، والماضي منها bought. sing يغني، والماضي منها sang. feel يشعر، والماضي منها felt. catch يصطاد، والماضي منها caught. تعالوا دلوقتي ننتقل لـ the text أو النص اللي عندنا وعنوانه our trip to the sea. our trip to the sea رحلتنا إلى البحر. في واحد بيتكلم بيقول last weekend، last weekend قلنا قبل كده كلمة weekend اللي هي عطلة نهاية الأسبوع. last weekend we went to Damietta، ذهبنا إلى محافظة دمياط. to see grandma and grandpa عشان نشوف جده وجدته. who live by the sea واللي بيعيشوا بالقرب من البحر. we swam in the water سبحنا أو عمنا في المية. which was deep and blue المية كانت عميقة طبعا and blue وزرقاء. we saw lots of fish رأينا العديد أو الكثير من الأسماك. and an octopus وكمان أخطبوط too أيضا. grandpa caught a fish الجد اصطاد سمكة. which grandma made into a lovely dish والسمكة دي راحت الجدة عملتها في طبق لذيذ جميل. we ate the meal and had a healthy dessert أكلنا الوجبة دي وبعد كده كان عندنا حلوى صحية. bananas, موز, apples, تفاح and frozen yogurt وكمان الزبادي المثلجة. we saw some old photos رأينا الصور القديمة. and sang a song وغنينا أغنية. but time was short ولكن الوقت كان قصير. the day wasn't long اليوم ما كانش طويل. we felt happy شعرنا بسعادة. it was a day to remember وده كان يوم يجب أن نتذكره يعني يوم من الذاكرة يقصد يعني. we will go again soon سوف نذهب إلى هناك مرة أخرى قريبا.
early September, سبتمبر اللي جاي إن شاء الله. وده كان النص اللي عندنا. تعالوا دلوقتي ننتقل للجزء الخاص باللانجوج، وهنراجع مع بعض على زمن باست سمبل اللي هو الماضي البسيط. احنا كنا اتفقنا ان الفعل عشان اجيب منه زمن الماضي عندنا طريقتين. الطريقه الاولى وهي الافعال العاديه باضافه اي دي، بيقول لي اهو ان الافعال العاديه باضافه دي او اي دي. انما عندنا حاجه اسمها irregular verbs اللي هي الافعال الشاذه، الافعال الغير منتظمه اللي هي الماضي منها شكل الفعل بيتغير، زي الفعل سي الماضي منه سا، زي جو وانت. هنا بيقول لي irregular verbs have no rule. We just have to learn these verbs and their past forms as they are. يبقى هنا مفيش قاعدة معينة للأفعال الغير منتظمة، إنما إن إحنا علينا إن إحنا نتعلم الأفعال دي أو نحفظ صيغتها زي ما هي. وجاب لي مجموعة من الأمثلة، الأفعال دي مهمة عايزين نحفظها يا ولاد. زي wake يستيقظ والماضي منه walk، heard hear يسمع الماضي منه heard. طبعا verb to be اللي هو am was were في المضارع الماضي منه was were. leave يترك او يغادر والماضي منه left. read يقرا والماضي منه زي ما هو read. run يجري الماضي منه ran. say يقول said. teach يتعلم taught. write الماضي منه wrote يكتب. make يصنع الماضي منه made. win يفوز الماضي منه won. throw نفس النطق ولكن الاختلاف في الكتابة، هنا او هنا اي بمعنى يلقي او يرمي. fly يطير الماضي منه flow طرى. give يعطي والماضي منه gave اعطى. take يأخذ والماضي منه took. تعال نشوف بعض الافعال الاخرى زي cut الماضي منه زي ما هو cut يعني يقطع. come يأتي الماضي منه came. break يكسر والماضي منه broke. bring يحضر او يحضر الماضي منه brought احضر. buy يشتري الماضي منه bought. do يفعل الماضي منه did. draw يرسم الماضي منه draw. drink يشرب الماضي منه drank. eat ياكل الماضي منه ate. feel يشعر الماضي منه felt. find يجد الماضي منه found. have يملك الماضي منه had. keep يحافظ والماضي منه kept. forget ينسى الماضي منه forgot. know يعرف الماضي منه زي ما هو know. تعالوا دلوقتي ننتقل ل lesson 3 الدرس الثالث، وهنبدأ بال vocabulary. وأول كلمة معانا عيد الفطر. طبعا احنا عارفين ان في كلمات اللي هي علم على شيء معين، يعني احنا ما بنغيرهاش، بناخد الكلمة زي ما هي. زي مثلا عيد الفطر عند المسلمين اللي هو عيد الفطر يعني. قصدها فاست يعني يصوم. مسلم فيستيفال طبعا فيستيفال يعني مهرجان او عيد او احتفال، فلما نقول مسلم فيستيفال يعني احتفال اسلامي او عيد اسلامي يعني. كعك اللي هو الكعك. سيليبريشن يعني احتفال. ماسك يعني مسجد. تعالوا نشوف دلوقتي الاكسترا فوكابلر الكلمات الاضافيه. واول كلمه معانا رمضان، طبعا اللي هو شهر رمضان. اسلاميك مانس اللي هو شهر اسلامي. اسلاميك مانس اللي هي الشهور الاسلاميه. شم النسيم اللي هو شم النسيم طبعا. كوبيتيك ايستر اللي هو عيد القيامه. شوال اللي هو شهر شوال عندنا احنا المسلمين. باكنيك يعني نزهة خلوية أو عطلة خلوية يعني. بارك يعني حديقة عامة. باكري يعني مخبز. ناتس يعني مكسرات. سانست اللي هو غروب الشمس. مون يعني قمر. بيبول يعني ناس. تعالوا نشوف دلوقتي conjugation of verbs تصريفات الأفعال. أول فعل معنا هابن يعني يحدث والماضي منه هابند. call يدعى او يسمى called. decorate يزين decorated. die يصبغ died. add يضيف added. mean يعني او يقصد meant. wear يرتدي والماضي منه wore. spend يقضي او ينفق والماضي منه spent. نشوف بعض الـ important expressions.
and preposition. طبعا during the day خلال النهار, in the month of يعني في شهر كذا, it's a time to حان الوقت لي, in the first day of يعني في اليوم الأول من, until sunset يبقى حتى غروب الشمس, think about يفكر فيه, that's a good question يعني هذا سؤال جيد. تعالوا دلوقتي نشوف the text أو النص اللي عندنا. عنوانه عيد الفطر in Egypt, طبعا عيد الفطر في مصر. بيقول لي عيد الفطر is a Muslim festival, عيد الفطر ده مهرجان إسلامي أو احتفال إسلامي. The month before عيد is called Ramadan, الشهر اللي قبل عيد الفطر هنا يسمى شهر ايه؟ رمضان. بيقول لي in Ramadan, وفي شهر رمضان, many Muslims fast, يعني كثيرا من المسلمين بيصوموا, during the day خلال النهار أو أثناء النهار. This means they don't eat or drink until sunset. وده معنى ايه الصيام ده؟ ان ما بياكلش او يشرب المسلم حتى غروب الشمس. In the month of Ramadan, people think about the Bastille. طبعا خلال شهر رمضان المسلمين بيفكروا في السنة اللي انقضت دي اللي خلصت. They think about the things they did well. بيفكروا في الحاجات الكويسة اللي عملوها, and the things they want to do better. والحاجات اللي هم عايزين يعملوها بشكل أفضل يعني في السنة الجديدة. It is also a time to help other people. وده وقت مساعدة الناس الآخرين. هنا جاب لي سؤال بيقول لي وين از عيد الفطر؟ هو معاده امتى عيد الفطر من كل سنة؟ بيقول لي that's a very good question. ده سؤال جيد. It's different every year. طبعا كل سنة ميعاد العيد ده بيتغير. عيد happens in the first day of the 10th Islamic month. هو اليوم الأول في الشهر الإسلامي العاشر called شوال, الشهر اللي بيسمى شوال. The month starts when people see the new moon. طبعا الشهر الهجري عندنا كمسلمين بيبدأ مع قمر الشهر الجديد, ظهور هلال الشهر الجديد. وده كان بقية النص. تعالوا دلوقتي نص آخر بيقول لي lots of كعك, يعني كعك كتير. بيقول لي كاك أور ديليشس كاكس, هو يعني كعك محلى لذيذ. بيبول ايت كاك تو سيليبريت, الناس بتاكل الكعك ده عشان تحتفل طبعا بالعيد. ذي هاف ناتس, بيكون فيه ناتس بندق مكسرات يعني, شوجر سكر, اند هاني وكمان العسل, ان ذم يعني في الكعك ده. ميني فاميليز ميك كاك, طبعا عائلات كتير جدا بتعمل الكعك ده. But you can buy them from a bakery too. بس برضو ممكن تشتريهم من المخبز. بعد كده بيقول لي عيد مبارك. عيد مبارك. عيد is a time of celebration. العيد ده وقت الاحتفال. And for being happy, ولكونك سعيد, وأن تكون سعيد يعني. People say عيد مبارك, الناس بتقول لبعضها ايه عيد مبارك, to their friends, لأصدقائهم. People go to the mosque and spend time with their families, بيذهبوا للمسجد وبيقضوا وقت مع عائلاتهم. They eat delicious food and celebrate, وبيأكلوا الطعام اللذيذ وبيحتفلوا. وبكده وصلنا معكم لنهاية lesson 3. تعالوا دلوقتي ننتقل ل lesson 4, الدرس الرابع. وزي ما احنا متعودين الدرس الرابع بيكون 3 parts, 3 أجزاء. الجزء الأول reading, والجزء الثاني خاص بال pronunciation, والجزء الثالث خاص بال math, الجزء الخاص بالرياضيات. وتعالوا نبدأ بارت 1, الجزء الأول A Funny Story, قصة مضحكة. وتعالوا نبدأ بالكي فوكابلوري. أول كلمة معانا mistake. mistake يعني خطأ. قصدها هنا groom, groom يعني عريس. wife, wife يعني زوجة. wedding, wedding يعني حفل زفاف. friendly, friendly يعني ودود. wrong, wrong يعني خطأ. زي ما احنا عارفين ان الدبليو هنا سايلنت, ده تنطق. برايد, برايد يعني عروسة. يبقى عندنا برايد and groom, العروسة والعريس. ساين, ساين يعني لافتة او علامة. تعالوا نشوف الاكسترا فوكابلري. اول كلمة معانا بارتي. بارتي يعني حفلة. هوتل, هوتل يعني فندق. روم, روم يعني حجرة. بريزنت, بريزنت يعني هدية. نيبور, نيبور, نيبور يعني جار. سربرايزد, سربرايزد يعني مندهش. بوكس, بوكس يعني صندوق.
sorry sorry يعني آسف. arrow arrow يعني سحب. little little يعني قليل. ال conjugation of verbs تصريفات الأفعال عندنا الفعل try يعني يحاول tried. الأفعال الشاذة sit يجلس sat جلس come يأتي came أتى. عندنا بعض ال important expressions and prepositions بعض التعبيرات والمصطلحات الهامة. بيقول لي get married get married يعني يتزوج. made a mistake يرتكب خطأ. talk to يتحدث إلى. walked out of يعني خرج من. try to go to يحاول الذهاب إلى. in the corner of يعني في زاوية. sat at جلس على. a big sign with an arrow لافتة كبيرة بها سحب. تعالوا دلوقتي نشوف the story القصة وعنوانها the wrong party يبقى الحفلة الخاطئة. واحد بيتكلم بيقول our neighbor الجار بتاعنا أمير كان اسمه أمير got married تزوج last week end في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. mama and dad went to the party ماما وبابا ذهبوا إلى الحفلة. وحسنا they tried to go هم حاولوا إن هم يذهبوا to the party إلى الحفلة but they made a mistake ولكن هم ارتكبوا إيه خطأ. يبقى بابا وماما كانوا عايزين يروحوا حفل الزفاف بتاع جارنا أمير في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بس هم ارتكبوا خطأ. يا ترى إيه الخطأ اللي ارتكبوه؟ تعالوا نشوف مع بعض. بيقول لي the party was at a big hotel الحفلة أو العرس يعني كان في فندق كبير. mom and dad walked into the hotel بابا وماما راحوا الفندق. they saw tables with nice cakes fruits salads and glasses of orange juice شافوا ترابيزات وعليها كيكات جميلة وفواكه وسلطات وأكواب من العصير. in the corner وفي الزاوية كده of the room بتاعة الحجرة where the presents كان في مجموعة من الهدايا for Amir and his wife لأمير وزوجته. big boxes and little boxes في صناديق كبيرة وفي صناديق صغيرة. my parents didn't see Amir بابا وماما ما شافوش أمير اللي هو العريس يعني. but everyone at the party was very kind and friendly بس كل الناس اللي كانت موجودة كانوا طيبين ودودين كمان. they sat at a table جلسوا على ترابيزة. and took two people وبدأوا يتكلموا مع الناس. they listened to the music واستمعوا للموسيقى. then the bride and groom came دخل بقى العريس والعروسة into the room للحجرة. my parents were very surprised بابا وماما كانوا مندهشين جدا. the groom wasn't Amir العريس ما كانش أمير. they were at the wrong wedding هم كانوا في الزفاف الخاطئ. they walked out خرجوا of the room من الحجرة يعني and saw a big sign وشافوا علامة with an arrow يبقى سهم كده وعليه علامة Amir and Nagwa's wedding حفل زفاف أمير ونجوى. they went to the next room وراحوا الحجرة الثانية بتاعة الزفاف بتاع أمير جارهم and they saw Amir and Nagwa وشافوا أمير ونجوى طبعا. So they went to two weddings in one day. عشان كده هم حضروا زفافين في يوم واحد. وده كان part one الجزء الأول في الدرس الرابع. تعالوا دلوقتي نشوف part two الجزء الثاني الخاص بالpronunciation phonics الأصوات. بيقول لي the pronunciation of words ending in s. طبعا احنا عندنا كلمات كتير بتنتهي بالاس في حالة الجمع. الاس اللي في نهاية الكلمة دي ليها ثلاث أنواع من النطق. بيقول لي the pronunciation of words ending in س اللي هو الصوت اس يعني أو الحرف اس depends on the final consonant sound بتعتمد على الصوت اللي يسبقها الصوت الساكن اللي بيسبق الاس. there are three ways to pronounce the س وفي ثلاث طرق لننطق بيهم حرف الاس. ايه الطريقة الأولى اللي هي هنطقها I Z زي كلمة glasses. نلاحظ هنا تنطق I Z اللي هي سبلنت زي glasses boxes
watches dashes. يبقى هنا الاس اللي في نهايه الكلمه دي طبعا قبلها حرف الاي بنطقهم الاثنين مع بعض اي زد. النطق الثاني او الحاله الثانيه ان انا بنطقها اس زي ما هي، فبقول parents fruits hats presents box cakes. اما الحاله الثالثه ان انا هنطقها ز اللي هو حرف الزد الصوت بتاعه ز زي كلمة labels mountains weddings tables gloves. هنا ده النطق الثالث اللي هو بنطقها زد يعني الصوت ز. هنا بيقول لي نوت ملحوظة words that end in a vowel الكلمات اللي تنتهي بصوت متحرك use the z pronunciation for s بننطق الاس هنا الز اللي هو الزد يعني plays sees follows tries. هنا بيقول لي regular plural nouns اسماء الجمع المنتظم اللي هي بنجمعها باضافه اس. بيقول لي most nouns change into plural by adding s اللي هو الاس يعني. my sisters have yellow hats we add ES when a singular noun ends in. يبقى لو الكلمة عندي تنتهي ب SS X CH SH O S هنا بنجمع بإضافة ES زي كلمة watch الجمع بتاعها watches. I like colorful watches يعني أنا بحب الساعات اليد إيه الملونة. تعالوا دلوقتي ننتقل ل part 3 الجزء الثالث كلال وهنا connected with math. بيقولي read and learn. These symbols are used to express the whole number and fraction together. بنستخدم الكسور العشرية اللي هي decimals يعني للتعبير عن العدد الصحيح مع الكسر معا عشان نعبر عن الاثنين مع بعض في صيغة واحدة. هنا هنعمل ايه؟ هنحط فاصلة او علامة عشرية يعني تفصل العدد الصحيح عن الكسر بنسميها الفصلة العشرية أو العلامة العشرية. هنا بيقول لي decimals are used to express the whole number and fraction together. decimals دي بتعبر لي عن الرقم والكسر الاتنين مع بعض. here we will separate the whole number from the fraction هنفصل ما بين العدد والكسر by inserting عن طريق إضافة إيه الكاما which is called a decimal point واللي احنا بنسميها الفصلة العشرية. جاب لي امثله اهو بيقول لي the place values of decimals بيقول لي I am in the units place I am the decimal point ادي هنا decimal point هنا الفصل العشريه والعلامه العشريه وهنا I am in the tenth place I am in the hundredth place I am in the thousandth place. يبقى هنا ايه point 5 هنا point 07 هنا point 003 يبقى هنا ده من 10 هنا ده من 100 وهنا ده كمان من 1000 يبقى دي الفصلة العشرية او علامة الديسيمال اللي احنا بنستخدمها عشان نعبر عن الرقم والكسر في نفس الوقت. بيقول لي learn هنا how to convert fractions to decimals ازاي نحول بقى الكسر لعلامة عشرية. بيقول لي in a fraction في الكسور the fraction bar means divided bar so to find the decimal equivalent of a fraction you need to divide the number the numerator by the denominator. يبقى ملخص الكلام ده ايه عشان نحول الكسر اللي هو البسط والمقام ده ان احنا بنقسم الرقم اللي فوق ده على الرقم اللي تحت ده يعني مثلا هنا واحد على الاثنين اللي هو النص هيبقى 0.5 خمسة من عشرة اللي هو نص يعني يبقى نص is a fraction اللي هو half يعني is a fraction وهنا الناحية الثانية 1 divided by 2 هنا ال 1 دي numerator وهنا ال 2 دي denominator يبقى ده البسط وده ايه المقام واللي في النص ده الفراكشن بار اللي هو ايه العلامة الكسر. ممكن نعبر عنها برضو بالطريقة العشرية زي ما احنا شايفين هنا اللي هي 0.5 دي معلومة إضافية
هنا converting fractions to decimals. ازاي نحول بقى fractions دي لديسيمال لكسور عشرية. بيقول لي to convert a fraction or a mixed number to a decimal, we try to make the denominator equal to 10 or 100 or 1000 or etc. We can do that by multiplying or dividing both the denominator and the numerator by the same number. يبقى هنا جاب لي مثال اهو بيقول لي 3 divided by 5 الثلاثة على 5 يعني. هنعمل ايه؟ هنضرب الثلاثة في 2 وهنضرب الخمسة في 2. طبعا الثلاثة في 2 هنا بستة، الخمسة في 2 هنا بعشرة، يبقى 6 على 10 اللي هي 6 من 10. ده لو الرقم اقل من 10. طب لو الرقم اقل من 100 برضه نفس الطريقه، نشوف رقمين نضرب هنا البسط والمقام، يبقى هنا 4 على 100 اللي هي 4 من 100. دي طريقه تحويل الكسور الاعتياديه يعني الى كسور عشري. وجاب لي مجموعه امثله كتير هنا هنبص عليها ونتعامل معاها بنفس الطريقه. يبقى ده كان بارت 3 الجزء الثالث اللي هو connected with maths. تعالوا دلوقتي ننتقل لليسن 5 الدرس الخامس والاخير. طبعا زي ما احنا عارفين ليسن 6 ده بروجكت. وتعالوا نبدا بالفوكابلري او الكلمات. واول كلمه معانا جريت جراندما. طبعا جريت جراندما اللي هي الجده الكبرى اللي هي والده الجده. وتاني كلمه معانا بيكنيك. بيكنيك يعني نزهه او عطله خلويه. كريسماس. كريسماس اللي هو عيد الميلاد اللي هو كريسماس يعني. هيوج. هيوج يعني ضخم او كبير. تعالوا نشوف الاكسترا فوكابلري. واول كلمه معانا توجذر. توجذر يعني معا او سويا مع بعض يعني. قصادها هنا لايتس اللي هي الاضواء. بعد كده كازن. كازن اللي هو ابن العم او ابن الخال يعني. كالرد بولز اللي هي الكرات الملونه. انت. انت يعني عمه او خاله. جاردن. جاردن يعني حديقه. uncle. uncle يعني عم او خال. bread. bread يعني خبز. birthday اللي هو عيد الميلاد. games. games يعني العاب. christmas tree اللي هي شجره عيد الميلاد اللي هو كريسمس يعني. special. special يعني خاص او مميز. stars. stars اللي هي النجوم. country. country يعني دوله. تعالوا دلوقتي نشوف conjugation of verbs اللي هي تصريفات الافعال. أول فعل معانا decorate. decorate يعني يزين، والماضي منه decorated. represent يعني يقدم أو يمثل. represented. throw يعني يرمي، والماضي منه throw. important expressions and preposition. كلمة have a huge picnic in يبقى لدينا نزهة خلوية كبيرة فيه. the whole family يبقى العائلة بأكملها. ده بالنسبة للvocabulary. تعالوا دلوقتي نشوف ذا تكست او النص وعنوانه Great Grandma's Birthday. يبقى عيد ميلاد الجدة الكبرى اللي هي ايه؟ ام الجدة. بيقول لي 2 years ago يعني منذ عامين we had a very special party. عملنا او كان عندنا حفلة مميزة جدا. My great grandma جدتي الكبرى was 90 years old. كان عندها 90 سنة. All my family came together. يبقى كل عائلتي أتت to celebrate كي تحتفل. All my cousins. جميع أبناء العم. Aunts. العمات. And uncles. والعمام يعني. Came. جميعهم إيه؟ أتوا. We had a huge picnic. حصلنا على عطلة أو نزهة إيه؟ ضخمة. In my aunt's garden. يعني في حديقة جدتي. There was lots of food. كان في الكثير من الطعام. Salad. السلطات. Meat. اللحم. Fish. الأسماك. Bread. الخبز. Cakes. اللي هو الكيكات يعني. Cookies. الكعك. And fruit. وكمان إيه؟ الفواكه. I ate a big slice of chocolate. أنا أكلت شريحة من الشوكولاتة. Chocolate cake اللي هي الكعك بالشوكولاتة. And I drank a bottle of orange juice. وشربت زجاجة من عصير البرتقال. I also ate some salad. وأكلت بعض السلطة. And fruit والفواكه. I played games with my cousins. ولعبت الألعاب مع أبناء العم.
all جميع أبناء العام all afternoon يعني بعد الظهر طوال الفترة اللي هي بعد الظهرية. We ran جرينا we throw a ball رمينا الكرة we sang happy birthday وغنينا طبعا happy birthday to our great grandma لجدتنا الكبرى يعني. It was a very special day ده كان يوم مميز because our great grandma was very happy ده. لأن جدتنا الكبرى دي كانت إيه سعيدة جدا. She liked seeing the whole family we all had fun هي كانت مبسوطة جدا بمشاهدة العائلة الكبيرة وجميعنا إيه استمتعنا. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية lesson 5 الدرس الخامس ومعاه نهاية unit 8 الوحدة التامة. استنونا في شرح unit 9 قريبا جدا إن شاء الله. goodbye.